أصب بالأعمال تلو أن وقتضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. قال رحمه الله اسم الفاعل إذا تقرر له العمل فلك في أعماله طريقتان، لك أن تضيفه إلى المعمول فينجر ولك أن تنونه فينتصر المعمول. قرأ رحمه الله تعالى والله متم نوره، متم الخبر ويتحمل ضميرا تقضي هو ونوره عبيه. قرأ غيره والله متم نوره اسم الفاعل عمل في الحالة الأولى نصبت معموله، وفي الثانية أضفته لمعموله فانجره. قال إن الله بالغ أمره ورش، إن الله بالغ أمره، أمره عبيه منصب، وإن الله بالغ أمره كما قلت وقال قلت وانصب بالأعمال تلوا واقتضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. غير التلو عليك أن تنصبه حتى لو كان اسم الفاعل غير عامل، غير التلو ينصب مطلقا. تقول زيد معطي عمر درهما غدا، درهما ليس تلوا، ليس تلوا انتصب. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فإنا يتركون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. قالوا جاعل هذا اسم فاعل لا يعمل لأنه لا يدل على الحال ولا على الاستقبال، جاعل بالزمن الماضي للمالك يوم الدين. قال هذا اسم فاعل لا يعمل لأنه دل على المضي، لكن غير التلو لابد من نصبه حتى لو كان اسم الفاعل غير عامل. فلا نقول من قوله وهو لنصب ما سواه مقتضي، أنا قوله وانصب بالأعمال تلوا واقتضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. قال رحمه الله واجرر أو ينصب تابعا للخبر كمبتغي جاه وما لم من النعب. تقول زيد معطي عمر وخالدا درهما، خالدا لصبته إتباعا للمحل، واضح. وتقول زيد ضارب عمر ومحمودا، محمودا أضفته على عمر على المحل، وهو قوله كمبتغي جاه وما لم من النعب، ما لم لصبته إتباعا للمحل. نقول وجرت أقرأ كل وكل ما قرر الاسم فاعلي وقسم مفعول بلا تفاضل. قال اسم مفعول يعمل عمل اسم الفاعل بشروطه ان يكون دافع الحال او الاستقبال، وان يعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف او صاحب حال، فان كان بيد عمل مطلقا وان كان نعتا لمحذوف عمل كذلك. فتقول زيد مضروب ابوه غدا، ابوه نائب فاعل بمضروب. وتقول زيد معطى ابوه درهما غدا، معطى من اعطى تصل مفعولين، رفعت اولهما نائب فاعل وانتصب الثاني مفعولا. انا قوله كل ما قوله اسم فاعل يتصل مفعول بلاده هو كفعل صيغه لمفعوله، يعمل عمل فعل مبني المجهول فيما كالمعطى كبابا يكتفي، المعطى الموصوله ومعطى اسم مفعول يتحمل ضمير يعود على ال وهو المفعول الاول وان كان نائب فاعل، وكفافا مفعول ثاني ويكتفي جمله مضى حرف خبر. وقد يضاف لائل الاسم المرتفع معنى كمحمود المقاصي ولد، يختلف اسم المفعول عن اسم الفاعل، اسم الفاعل لا يجوز ان يضاف الى مرفوعه. زيد ضارب ابوه عمرا لا يقال زيد ضارب الابي بخلاف اسم المفعول فانه يضاف الى مرفوعه. تقول زيد مضروب ابوه تقول زيد مضروب الابي. وقد يضاف الى الاسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع مثال ذلك. قال وصف المثال الورع محمودة مقاصده، الورع محمودة مقاصده، حولت الكلام مقاصده لا يمكن حذفها لانها عنده نائب فاعل عنده، حولت الكلام الى صيغه اخرى قلت الورع محمود المقاصد، محمود المقاصد، الورع محمود المقاصد. في الكلام عيب، أدريت الوصف من الفعل المتعدد واحد مجرى الوصف من الفعل المتعددين، لأن قولك محمود رفع فاعل رفع نائب فاعل والمقاصد مفعول به أو شبيه مفعول، بينما قصد حمد تصل مفعول واحد. وإذا قلت محمود المقاصد، محمود المقاصد، المقاصد نائب فاعل بمحمود فيها عيب خلو محمود
كلامي من ضمير يعود على الموصوف، لان قولك محمود المقاصد، محمود رفع المقاصد، والوصف لا يعمل في شيء، لا يرفع شيئين، الان العربية لا يرفع شيئين، المقاصد مرفوعة بمحمود. ويا قلت محمود المقاصد، قلت لك في عين أدريت وصفا المتعدين واحد متوصف المتعدين، فإن قلت محمود المقاصد تخلص من هذا كله، محمود تتحمل ضميرا هو فاعلها والمقاصد مضاف إليه والإضافة الأخوية. قالوا النصب فرع الرفع والجر فرع النصب.